أعزائي المشاهدين في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في نشرة موجزة حول آخر التوقعات المتعلقة بالحالة الجوية لنهاية الأسبوع الحالي، حيث يتوقع أن تتأثر المملكة بأجواء مضطربة وغير اعتيادية خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب المنخفض الجوي العميق الذي يسيطر على معظم مناطق بلاد الشام. إثر ذلك ستشهد المملكة نشاطا كبيرا في سرعة الرياح الغربية والشمالية الغربية، تصل سرعته في بعض الأحيان إلى أكثر من 70 كيلومتر في الساعة، وتكون مثيرة للغبار والأتربة. لذا من المتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة اعتبارا من يوم الجمعة نشاطا للرياح مثيرا للغبار، ما سيؤدي إلى موجة غبار غير اعتيادية، وستؤدي إلى انخفاض كبير في مدى الرؤية الأفقية، وربما تصبح منعدمة في بعض المناطق. ويستمر الطقس مغبرا في مناطق واسعة يوم السبت بسبب استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية، كذلك بسبب ضخامة موجة الغبار والتي من المتوقع أنها ستنتقل إلى المناطق الغربية وخاصة مكة المكرمة والطائف والمناطق الجنوبية الغربية من البلاد. في ذات الوقت من المرتقب أن تشهد مرتفعات الشمال والمناطق الشمالية الغربية من المملكة تساقطا لزخات ثلجية خلال ساعات مساء وليلة الجمعة وحتى صباح السبت، ولا يستبعد أن تكون هذه الثلوج متراكمة في بعض المرتفعات لا سيما مرتفعات اللوز. أيضا سيكون هناك فرصة مهيئة لسقوط زخات من الأمطار في عموم القطاع الشمالي من المملكة. للمزيد من التفاصيل حول الحالة الجوية تابعونا على الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى تطبيق طقس العرب للهواتف الذكية، أيضا صفحاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.